يشبه عشقه للآثار بعشق ابن الملوح لليلى، أحد أبرز أربع علماء آثار في العالم يعملون بأسلوب التوثيق لأدق التفاصيل. شغفه كاد أن يقتله مرتين، لكنه ثابت يدافع عن هوية مدينته حتى آخر يوم من عمره. عالم الآثار الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة في طبعة اليوم، أهلا بكم. الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة ولد بمدينة الموصل عام 1938، حضر الكتاتيب ثم أكمل دراسته الأولية والإعدادية. نال شهادة بكالوريوس في الآثار الإسلامية من كلية الآداب بجامعة بغداد عام 1962، وكان الأول على دفعته. عين مدرسا في تربية الموصل ثم معيدا في كلية الآداب بجامعة الموصل عام 1970، ثم نال شهادة ماجستير في الآثار الإسلامية من كلية الآداب بجامعة القاهرة بتقدير امتياز في عام 1971، وكانت عن المحاريب في مساجد الموصل. بعدها نال الدكتوراه في الآثار الإسلامية من كلية الآثار بجامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى عام 1975، وكانت أطروحته عن الآثار الرخامية الإسلامية في الموصل. تدرج في عمله الأكاديمي حتى حصل على الأستاذية في عام 1989. شغل الكثير من المناصب العلمية والإدارية، منها مدير مركز البحوث الآثارية والحضارية، رئيس قسم الدراسات المعمارية والأثرية بمركز دراسات الموصل، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والثقافية. ألف 10 كتب في الآثار والفنون الإسلامية، ونشر 62 بحثاً علمياً في المجالات العلمية المحكمة داخل القطر وخارجه. حاضر كأستاذ زائر في جامعات لندن وكامبريدج وأكسفورد في إنجلترا وفي جامعات اليمن. وثق مئات المواقع والمباني الأثرية في الموصل، ودرس فنونها التشكيلية خلال 8 قرون من العصور الإسلامية. خبير استشاري لدائرة الآثار والتراث وللعديد من المؤسسات المعنية بالتراث. خبير استشاري لدى منظمة اليونسكو في مشاريعها لإعادة إعمار الآثار المدمرة في الموصل. منهجه العلمي في توثيق الآثار بواسطة التخطيطات والرسوم التحليلية جعله واحداً من أفضل 4 علماء في العالم في هذا المجال. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من طبعة محدودة. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة، الأستاذ المتخصص بالآثار الإسلامية. لو مرحبا بك. أهلا وسهلا. يا هلا. أريد أسألك بالبداية، ما سر هذا الشغف اللي وصل حد العشق لدراسة الآثار وتحديدا الآثار الإسلامية؟ وراء كل إنسان تكوين الإنسان واهتماماته عوامل متعددة، منها الصفات الذاتية التي الله منحه إياها منذ الطفولة، منذ البداية طبعا. نعم. والصفات المكتسبة والبيئة التي يعيش فيها أو التي يختلط فيها. وبالنسبة لي أيضا كأي شخص تنطبق علي هذه الأمور. فولدت في بيئة فعلا أثرية، في بيت يقع على السفح الغربي لسور نينوى المقابل حي المالية. نعم. في قرية نينوى عام 1938. فنجد أنه هذا السور منذ طفولتي أتفرس به وأنا طفلا ويافعا وشابا، أتفرس بتخطيط المخروط وبأبراجه. نعم. وبمزاغله وبشرفات الدفاعية وببواباته الذي فيها نجد أنه ثيران مزدوجة مجنحة. نعم. تكون حارسة وجلب الخير
المدينة. فضلا عن ذلك الآثار التي يضمها هذا السور ولا سيما تلي قوينجق وتل النبي يونس. تل قوينجق بالأصل هو قصر الملك سنحريب من عصر أشوريا الحديث الذي حكم 705 إلى 681 قبل الميلاد. وقصر حفيدة أشور بانيبال الذي حكم بال 669 إلى 626 قبل الميلاد. أما تل النبي يونس وقصر سرحدون بن سنحاريب الذي حكم من 681 إلى 669 قبل الميلاد. إذن هذه مريت عليها كل هذه هذه القصور وما تكتنزه من آثار سواء بالبوابات الثيران المجنحة وكذلك المنطقة الجدارية من الرخام وعليها مشاهد اجتماعية وأعمال الملوك وكذلك انتصارات عسكرية وما شابه ذلك. فإذا كل هذا حقيقة جلب اهتمامي للآثار. فضلا عن ذلك لما دخلت قسم الآثار في جامعة بغداد وتعرفت اتسعت معلوماتي ومعرفتي بالآثار العراق وآثار العالم العربي والإسلامي وحتى آثار البلدان الأخرى سواء أنه شرقية الحثية في تركيا وذاكرة المصرية من الغرب آثار وكذلك الميديين والكلديين. فإذا هذا كله جعلني أنه حقيقة أعشق الآثار أكثر من عشق قيس بن الملوح لليلى العامرية. طيب واستمريت وحصلت على شهادة دكتوراه في القاهرة من نعم في بداية الأمر بعثتي على جامعة دنبرة. نعم. لكن لنقص حزيران وقطع العلاقات الكلية حتى الدبلوماسية مع إنجلترا اضطريت أنه سحبت لي إكمال دراستي العليا الماجستير والدكتوراه في جامعة القاهرة. الدكتوراه مرتبة الشرف الأولى. الدكتوراه مرتبة الشرف أعلى تقدير وأعلى توصية لأن عادة التقدير أعلى ومرتبة الشرف الأولى. التقديرات الذي فوق هذا تكون إيصاء بطبع رسالة والتقرير الأعلى والتوصية وتبادلها مع الجامعات الأجنبية. فأنا الحمد لله أخذت أول رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة أنال مرتبة الشرف الأولى مع طبع رسالة وتبادلها مع الجامعة. تصير رسالة عن الآثار الرخامية بالموصل. نعم. في عهدين التابكي والخاني يعني نشمل من 501 وعشرين للهجرة يعني هذا القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي ثم إلى سيطرة المغول على الموصل في المغول الإلخانيين والمغول الجلائريين يعني إلى 731 للهجرة. هي بس هاي الفترة هاي كلها يعني أنت سويتها بأربع مجلدات. السبب أنا شفت أنه يعني دخلت معمعة كبيرة ولن أتمكن من الخروج منها لسببين. السبب الأول حقيقة لها هو شغفي بهذه الآثار كلها جديدة وكلها تحتاج إلى دراسة والتعريف بمضمونها ودلالاتها وما تمثل. نعم. طبعا هذا السبب الأول. وثاني التغيير العنوان يأثر حيلة حتى على الدرجة أحيانا تغيير الدراسة العليا ينقص حوالي 10 درجات. فلهذين السببين آثرت أن أبحث كلها وأصبح عندي 4 مجلدات. ولهذا يعني أنا قبل المناقشة أصبت بمرض كلوي وطبعا عرفت فذهبت إلى الكلية قبل المناقشة بأسبوع لأحصل على الأمر الجامعي بمناقشة. فالطلب المصريين إخواني قالوا لي لقد شكلوا لك لجنة يمسحون الأرض في الطالب مسح معناها يعني لجنة قوية علمية شديدة. فأنا كنت شبه مريض وغيره ولن أدخر وسعا يعني هذه إمكانياتي قمت بها فلن أقصر بحق نفسي فقلت فليمسحوا حتى السماوات مع الأرض.
لما جينا بالمناقشة رئيس اللجنة عبد اللطيف إبراهيم، هو كان رئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة ورجل علمي عن نطاق العالمي، ورجل نشوفه كأنه صعيدي، يعني لما نشوفه تشعر بالخوف وغيره. فبدأ بالمناقشة، يعني كله مدح وإثراء ومدح وإثراء. أنا بعدين أخذت أفكر بالسلبيات التي عندي، لأن كل إنسان كل عمل يجب لا يخلو من سلبيات، لكن أنه فوجئت بعبارة قال: وقبل أن أنهي مناقشتي لهذه الطروحة كان بودي أن أجد نقطة ضعف علمية لدى الطالب لكي يدور النقاش حولها، لكن أحمد الله أن هذه الأمنية لم تتحقق، وهذه الأطروحة بمجلداتها الأربعة وبأهمية العلمية كأهمية الأهرامات الأربعة في مصر. ودكتور حسن باشا قال: إذا الدكتور عبد اللطيف شباب الأهرامات الأربعة فأنا تمثل عندي أركان الأربعة. طيب أنت ما هو فهمك للتاريخ؟ كيف تنظر للتاريخ؟ طبعا التاريخ حتى يتكون من تتركايز، أول شيء الزمن الوقت وهذا السقف والأرض والإنسان. يعني لما نقول مثلا التاريخ العباسي في الموصل، فيشمل أنه منذ تأسيس الدولة العباسية سنة 133 للهجرة حتى 660 للهجرة بعد أن سيطر المغول، إذن هذا الزمن. الأرض هي الموصل، يعني هذه البقعة طبعا، والإنسان هي هذه العهود التي مرت، العصر العباسي الأول والعهد الحمداني والعقيلي والأتابكي والسلجوقي والأتابكي وغير كلها. نعم. إذن هذا الذي حقيقة، هذه الأمور التي تكون عندنا التاريخ. طيب كيف نفرق بين التاريخ والآثار؟ التاريخ هو زمن وقت بالإضافة إلى الركائز الثلاثة التي ذكرناها. أما الآثار هي عمل الإنسان خلال هذه الحقبة التاريخية، عمل الإنسان. ويجب أن نفرق ما بين الآثار والتراث. الآثار هي المخلفات المادية من صنع الإنسان في حقبة زمنية معينة. أما التراث أنا بوجهة نظري فيمثل أنه مخلفات الإنسان المادية والمعنوية، الآثار المادية فقط، التراث المادية والمعنوية. وأيضا فرق زمني بينهما، الآثار 200 سنة فما فوق، للفترة الطويلة، التراث 200 سنة فما دون. مثل ما نقول أن العجينة التي ستختمر وتلحق بركب الآثار وتتحول إلى آثار، ولا سيما المادية منها كله. طيب متى يتحول الآثار إلى مؤرخ؟ متى يتحول الآثار إلى مؤرخ؟ عندما يستفيد من الآثار من التاريخ. يعني التاريخ يعرف ببعض الأمور التي لن تصل إليه، يعني كأثر، هذه ناحية. وبنفس الوقت يعني الزمن أيضا يحكم ذلك. ومثال على ذلك، يعني أنا عندي في العهد الأموي المؤرخون والباحثون لن يكونوا لنا فكرة عن الناحية السكنية المعمارية في الموصل، ولا سيما السكنية منها، كيف كانت المباني السكنية الخدمية الدفاعية منها. لكن لما وجدت في حادثة قتل الموصل سنة 133 للهجرة بداية العصر العباسي قول أحدهم الذي نقل الأزدي، يقول: لقد خباني أبي في أخشيم. ونعرف نحن الأخشيم هي المائية، الموضع الثلاثي ما بين انحناء العقد لليوان وانحناء الغرفة الجانبية التي تكون على ميمنته وميسرته
غرف. نعم. فإذا هذا الموضوع هو يسمى خشيب. معنى هذا يدل أنه هذا معنى أنه البيت السكني جناحه كان منذ العهد الأموي يعتمد على النظام الثلاثي في المباني. وهذا النظام الثلاثي في المباني تلاحظ هذا أحد أنه أساليبه هو التجذير الحضاري. نعم. مثلا يمتد ظهر في العراق في شمال شرق مدينة الموصل في موقع تبقى قورة في 1006 قبل الميلاد، ثم تطور عند قبيل الإسلام عند في الحيرة عاصمة المناذرة. المناذرة. ثم بعدين تبلور عندنا في العهد الأموي في مدينة الموصل، ثم اختمر في أجنحة مباني الموصل السكنية في العهد العثماني. فإذا هذا التطور الذي أيضا يفيدنا نشوف مدى التطور وعند أهل هذا، يعني نوع من الاستدلال حتى. نعم. لو لم يكن الأثر المادي موجود. نعم. لكن استدلال وحقيقة علاقة عضوية ما بين الآثار والتاريخ. نعم. يعني أنه نشوف أنه الآثار تدعم التاريخ بكثير من الأمور. يعني كثير ما ربما أقول لك وللآخرين أنه هذا العمل في الزمن كذا، قال لي ما هو دليلك؟ رأسا يجيب الأثر، قال لك كذا، هذا الأثر في ذلك الزمن وهذا كذا. وإذا تحب أنه نضرب أمثلة على هذا. لا أكيد، يعني هي أنت قصدك واضح، لكن يعني مو بالضرورة كل الآثار هي بإمكانها أن تنقل لنا أخبار وتاريخ تلك الفترة. مو كل أثر يحدث عن تلك الفترة. ما حسب طبيعة الأثار والزمانة والمادة التي صنع منها وخير عوامل معها. يعني الآثار علم خاص، يعني لا يعرفه الذي يلج فيه إلى أعماقه. نعم. ما مجرد، لكن أنا يحز بنفسي وأنا بهذا العمر 84 سنة، والقاب الحمد لله أستاذ كان بدرجة أستاذ وأستاذ متمرس وأستاذ رائد وغيره، يحز بنفسي أكثر دراسات الآثار وصفية. هذا الوصف كل شخص حتى حضرتك وأنت لم تكن متخصصا بالآثار، والطبيب الذي يتمكن أن يشرح مثلا ميدان الحدباء أيضا عليون، لكن أنه لما نجي أنه نشرحها تشريح هو راح أجي على السوق. بس أنت حضرتك يعني تعد واحد من 4 علماء في العالم اللي البارزين في مجال متابعة هاي التفاصيل عن طريق إغناء الدراسة بتخطيطات برسوم بمقاطع هندسية. نعم. وحضرتك متخصص بالآثار الإسلامية واختصاصك دقيق بالعمارة الإسلامية. نعم. فما حكاية هذا التصنيف ومن هم العلماء الآخرون؟ يعني؟ بعد مناقشتي للدكتوراه 75 هاتفني أستاذ المشرف حسن المرحوم حسن باشا، قال لي لك دعوة في منتجع بحلوان، ما ذكر الساعة اسمها، يوم الخميس. فقلت له ما المناسبة؟ قال لي في حينها كلمة، وقال لي في حينها فقط، لم يذكر شيئا. فأنا رحت شفت أو رأيت أساتذة من كلية الآثار وأساتذة من المتحف الحرفي بالقاهرة بالقلعة. نعم. ومن دار الكتب المصرية ومن الآثار القديمة، يعني كل الذين مهتمين في الآثار والمتخصصين، بعضهم أعرفهم وبعضهم لم أعرفهم. فمن وصولي رأس الأستاذ قال هذا هو الطالب العراقي الذي كنا نتحدث بخصوصه وبعمله. فبعدين أنا قالوا لك كل نتيجة أنت عملك هذا الذي رأيناه أنا نعتبره عمل معجزة. المعجزة ما بلأن يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى تفكير، يعني ما مجرد كله. وهذه النتائج التي ذكرتها جعلنا أنه نرجع إلى عملك أكثر من مرة نقرأ. هذا فعلا يشبه ما قام به 3 قبلك، وهم غريسويل مشهور الإنجليزي، عالم آثار إنجليزي، وكتب إرجل مسلم أركتشر العمارة الإسلامية المبكرة والعمارة في مصر وغيرها. طبعا
يبحث بذات الأسلوب. نعم نعم كله بذات الأسلوب. وهيرشفيلد نعم هذا العالم الألماني الذي اكتشف مدينة سامراء مشهور كله نعم كتب عنده أنه نزع على دجلة والفرات الآثار موجودة ومن جملة حتى جاء إلى الموصل. وفريد شافعي استاذي الأول في الماجستير هو دكتوراه بالهندسة المعمارية ودكتوراه في الآثار الإسلامية. فقالوا لكن الفرق بينك وبينهم أنه خاصة غريس وليرسفيلد أنهم حمدة كاملة علمية تساعدهم، لكن أنت الفرق أنه أنت بوحدك، أنت المهندس وأنت المساح وأنت المصور وأنت المخطط وأنت، هذا الفرق بينك وبينهم. فقالوا لي أنت يعني لساتها بدون أي، وهذا نحن لا نجامل علميا، نعتبرك أنت أحد هؤلاء الأربعة. عندها 400 إذن من هاي الحالة، لأن بالإضافة إلى هذا عملك ميداني كان والتخطيطات من قبلك وكذلك الرسوم الفنية، يعني الزخارف والكتابة كلها من قبلك، لا تعتمد على أحد إطلاقا. آثار الحضارات القديمة في نينوى أكثر المحافظات العراقية بعدد المواقع الأثرية فيها من مختلف العصور، إذ تبلغ 1700 موقعاً مكتشفاً، بالإضافة إلى الكثير الذي ما زال مطموراً ينتظر اكتشافه. أهم تلك المواقع هي التي تعود للإمبراطورية الآشورية، حيث تضم 3 مدن اتخذتها الإمبراطورية عواصم لها على امتداد تاريخها، وهي مدينة نمرود، درة الحضارة الآشورية، يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن 13 قبل الميلاد، ومن أبرز الآثار في الموقع كنز نمرود الذي اكتشف في 1988، وهو عبارة عن 613 قطعة من الحجارة الكريمة والمجوهرات المصنوعة من الذهب، بالإضافة إلى التماثيل الآشورية الضخمة للثيران المجنحة ذات الرأس البشرية. ثانياً، مدينة نينوى الأثرية التي أسسها الآشوريون كعاصمة لهم في نهاية القرن 11 قبل الميلاد، حيث حصنوها بالقلاع التي بقيت بعض آثارها إلى اليوم، ومنها باب شمس وتل قوينجق وبوابة المسقى التي دمرها الدواعش وبوابة نركال وتل التوبة المشيد عليه جامع النبي يونس. وكانت جميع هذه القلاع ترتبط بسور حجري عال يبلغ طوله 12 كيلومترا، ما زالت بعض أجزائه موجودة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل. ثالثا، مدينة خورسباد عاصمة الدولة الآشورية في عهد سرجون الثاني الذي تولى العرش عام 721 قبل الميلاد. ومن أبرز المعالم الأثرية في المدينة قصر سرجون الذي تصل مساحته إلى 1678 مترا مربعا. بالإضافة إلى الآثار الآشورية توجد آثار مملكة الحضر التي سميت مملكة الشمس أو عربايا، والتي ظهرت في القرن 3 الميلادي وحكمها 4 ملوك استمر حكمهم قرابة 100 عام، أشهرهم الملك سنتروق. أما كنيسة مارشعيا فهي تعد أقدم كنيسة مسيحية في نينوى، إذ أسسها راهب من أهالي نينوى يدعى إيشو عياب برقو في القرن 6 للميلاد من 570 إلى 581 للميلاد، حيث بنى ديراً وهيكلاً دفن فيه بعد موته. تقع في المنطقة المعروفة بمحلة راس الكور، وتحول الدير تدريجياً إلى كنيسة لتصبح الكنيسة الكاتدرائية الشرقية في الموصل. طيب دكتور، نتعرف على يعني طريقتك بالعمل، مرتكزاتك بالعمل، على أي شيء تعتمد؟ هل من خطوات الدراسات الأثرية السابقة التي سبقتني كلها تركز على التوثيق الأثري، جمع كل ما يتعلق بالأثر وبنفس الوقت وصفه بصورة عامة. أما العمق الأكاديمي قليل، أنا جاوزت هذه المرحلة
إلى التجذير الحضاري للأثر والاستنطاق الأثر، أجعله يتكلم كلام نسبي يعرف بنفسه. وثالثا التحقيق. التجذير الحضاري هو تتبع الأثر منذ نشأته حتى وصوله إلينا، كما ذكرته بالنسبة لك أمثلة، حتى ذكرت لك أمثلة، ذكرت نعم. أمثلة مثلا النظام الثلاثي لما تكلمنا عليه، الجناح نعم. الموصلي، قلنا ظهر نهضر تبكورة بالموصل، ثم تطور عند المناذرة في الحيرة، نعم. ثم تبلور في أجنحة الموصل السكنية في العهد الأموي، مدينة الموصل القديمة، ثم اختمر في العهد أو في العصر، يعني تبحث عن جذوره، جذوره، نعم. خلينا نبين مدى تطوره، نعم. وسبب هذا التطور، هذا لأنه هذا إنتاج الجال. أما التحليل الأثري والاستنطاق فهذا أجى أنه ما مجرد صحو الأثر جامد، لكن أجعله يتحرك ويتكلم نسبيا. فمثال على هذا الاستنطاق، يعني أنا استنطق الأثر، يعني هذا الأثر ما مجرد أثر جامد، لما أشرحه تشريح مثل ما الطبيب يشرح الجثة البشرية، نعم. أجعله مثلا يتكلم عن علوم عصره. ومثال على هذا أن نأتي إلى مدينة الجامع النوري، كل واحد يوصف أنه ضخمة ومرتفعة 50 متر وما شابه ذلك، لكن لما نجي أنه أشرح نشوف تحمل علوم عصرها وتمثل هويتنا. ومثال على ذلك الأساس في مدينة الجامع النوري، الحجارة الكلسية، المادة الرابطة بينها هي النورة، وهي من الكالسيوم، مع عنصر الكالسيوم، مرق ما مزج المعمار معها مرق العظام وهو المانيسيوم، فهذه معادلة كيميائية، كالسيوم زائد مانيسيوم جعلنا مادة رابطة تقاوم الرفس المعماري، تخلية الثقل من الأعلى، وتقاوم سلبيات الرطوبة، وبنفس الوقت فيها نوع من المرونة، تقلل عمليات تكسر وما شابه. إذا هذه كذا كيمياء. لما أتي إلى البدن، ضاعف البدن وجعل سلالم الزوجة في عملية فيزيائية تعمل على شد المواد نحو المركز وليس اندفاع نحو الخارج. إذا هذا فيزياء، استطاقت الفيزياء. لما أتي أنه نشوف أنه النوافذ جعلها ما بس للضياء، أحيانا عندنا أعمى ويصعد أنه يأذن ما بس الضياء، وإنما هذه دخول الهواء في الداخل وخروجه من سيابية، هذا شامل. أول شيء ما يحصل الهواء خارج، لا يعمل انتفاخ من ناحية، ومن ناحية أخرى يقلل عمليات التعفن والبكتيريا وما شابه. إذن هاي الناحية بيئية. لما غلف لي من الخارج بدن ميدنة من الطوب، غلف لي الحجارة الكلسية اللي تكون منها حجارة، يعني درجات السلالم، نعم. فإذا حفظ لي المادة الكلسية من تأثيرات الجو، يعني أعرف أنه في الجو ثاني أكسيد الكربون، الرطوبة والأمطار تحولها إلى حامض الكربونيك، حافظ الكربونيك يذيب هذه الحجارة الكلسية، فإذا هاي عملية جيولوجية. إذا أنا لما أتكلم ما بس نجي للفنون التشكيلية، المعمار حجم الميدنة بسبعة أنطقة، ليه سبعة أنطقة؟ يقدر بسهل يعمل وردة البيبون وقسم هذا السطح الواسع، ليش؟ بهالعملية عمل نوع من الإيقاع الفني وقضى على ظاهرة الملل التي تصيب العين لدى النظر إلى الشخص عندما ينظر إلى السطح الواسع الملون بلون فني واحد. أيضاً بالشعر وبنسل العمل كلها هندسية ويختلف نطاق عن نطاق لكي يحقق الانسجام الفني. بالإضافة إلى هذا، لماذا سبعة أنطقة؟ يقدر يقول ستة أنطقة أو ثمانية أنطقة وأقل، لأنه من هذا أنه أخذ أنه من دلالات دينية من السماوات السبع. إذن يا أخي، أنه هاي الآثار لما أشرحها تشريح كما يشرح الطبيب مزعم الخياط وغيره، ويشرح لي الجثة البشرية ويعرفنا بالأعضاء وفسلجتها وغيره، إذن هاي نحن يجيب أنه أهمية الآثار. أنت لما تنظر لأي أثر
دائما يعني تطرح اسئله، اطرح كل نفسي لا اطرح اسئله ما تكتفي ب بتنسب هذا الاثر للحقبه الزمنيه الكذا وانتهى. نعم يعني حتى ساتضربك مثال اخر، يحد من قاسم مهمه مرقه مزار، جيت شفت انه انطق اكثر المنطقه الذي موجوده الى حدود مترين، والامام معين الدين وغير المباني الاخرى. ليش؟ رحت على قسم الفيزياء قلت لهم ايش؟ قالوا لي هذه معنى هذا الخاصية الشعرية للرطوبة تصل إلى حدود مترين على مستوى المناطق الخارجية. نعم. فإذا المعمار غلف بهذه المنطقة يا أخي هي ناحية فيزيائية. نعم. نجي للتحقيق بعد بحر أكثر، هذا ما لن يجلو أحدا حتى يولجوا ولوج قليل. أنا أجي للأثر حتى إذا قطعة صغيرة أن يشوف يعني كيف كانت هيئته في بداية الأمر. والمبنى في بدايه الامر شلون؟ وصححت بعض الافوات الاخرين ومن ثم صلحت الى هيرسفيلد، علامه الماني مشهور بالاثار الاسلاميه. لما هذا عدنا ساعتها عندي انه خطط مرقد الشيخ فتحي، لما جيت شفت افوات فهذا التخطيط، هذا تخطيطي. هذا ساعتها هذا عاد تخطيطه. نعم. ولهذا البعض بالخارج بالمؤتمرات يقولون المهندس احمد المهندس جمعه يا اخي ما مهندس انا اثري لكن اجيد التخطيط وغيره لازم كل هذا. وين الخطا اللي وجدته؟ كان انه بعض الفضاءات خطا الاعمده اعتبرها. هذا وين الموقع الاثري؟ داخل مدينه الموصل القديمه اللي من هو في المحل المسمى باسم محله الشيخ فتحي. يعني في الجهه تقريبا الشماليه الغربيه من الموصل القديمه تقريبا. نعم. ناتي من نعل هذا طبعا مرهن. بالاضافه الى هذا نشوف انه عندنا التحقيق شيء شمل انه اثر. لاحظ انا عندنا ايضا بعض العناصر المعماريه. هذه مشكات بكنيسة شمال الصفا. نعم. هذه يوصفها وصف. هذه متل عهود. القسم الأعلى من العهد العثماني من العصر. نعم. العثماني. نعم. هذه الأعمدة من العصر الخاني. هذا اللي هو الشريط الكتابي. الخطي. الشريط الكتابي وكذلك في تلاحظ هذا من العهد الأتابكي. إذا هذا تلاحظ صح هي مشكات قوة لكن متى عود هذه ما بسهولة. يعني لما أنا وجيت تعبت ليش ربما تسألني تقول لي هذا رأيك؟ لا ما رأيي، لأن جيت إلى الأول شيء المادة الإنشائية نوعية المرمر والرخام، ثانيا أسلوب التنفيذ، ثالثا النواحي الفنية. أنا ما أتكلم بشكل اعتباط، أنا أنا عاد أشوف رؤيات. أنا بالحقيقة أنا لا تحاجج طبعا لا. إذا هذا تلاحظ أنه كله في نفس الوقت عدنا بالتحقيق عدنا قسم منا ناقصة. قمت يعني هذا ناقص مدخل يعني الأثر هو بجزء مهدب مثلا. نعم جزء الأعلى ناقص. جيت حققته بحيث بينت الناقص شلون كان هذا الساعة، هذا قبل التحقيق وهذا بعد التحقيق. استنادا يعني على ماذا؟ هذا يعني أنا استنادا على ماذا أكملت يعني؟ عمل الدراسة المقارنة يعني القياسات ومقارنتها مع من المداخل الأخرى في مدينة الموصل. نعم. من نفس العصر غيره. هذا مدخل بنجع علي في الموصل من مؤرخ من 686 للهجرة. إذا هذا النوع ما بس أكتفي بهذا، حتى قسم من الآثار مدفونة ومبلطة بالسمنت لن أتمكن أحفرها ولا أتمكن. بينت مقدار المدفون من هذه الآثار، ومثال على هذا شباك جامع عدنا جامع أيضا عدنا في الموصل جامع الإمام إبراهيم. هذا الشباك تلاحظ أنه مدفون. نعم. بينت أشقد المدفون أكثر من متر. كيف جزء المدفون؟ المدفون حتى معايا مفتش الآثار المرحوم حازم حميد قال لي أنت
يعني تحفر عندك على ما قلت له ما عندي علم غيب ولا عندي جندي تفسر لي هو. قلت له كان جيت انه هذا طبعا عندنا من الجهه اليمنى المقابله لل طبعا للناظر موجود ايات عليه قرانيه ايات من سوره الدهر الايه 5 إلى 9 من سوره الدهر. هاي تلاحظها تبدا من هنا كالبسملة لو يشربونها ما موجودة بس الشين وبعدين إن الأبرار يشربونها قبل ما موجودة والبسملة ما موجودة فأخذت القياس هاي المسافة الطول تكون عندي على الطبيعة 3 أمتار و63 سنتيمتر بخط اليد ما كان عندي فيه بخط اليد تكون 7.5 سنتيمتر العفو بخط اليد تكون عندي 20 سنتيمتر صار عندي النسبة الرياضية 1/12.5 يعني على الطبيعة 12.5 بخط اليد 1 فقلت المدفون ايش عندي؟ عندي بسم الله البسملة زائدا ان الابرار يشربونه كم حرف؟ فاذا هذه المسافة طلعت عندي 7.5 ضربتها بالنسبة الرياضية طلع عندي 93 سنتيمتر يعني مدفون 93 وبما أنها آيات قرآنية يجب أن تكون على الأقل 7 سنتيمترات إلى الأعلى لقدسيتها نضيف أيضا 7 سنتيمترات فصار عندي متر تقريبا 3 سنتيمترات نأتي إلى الجهة الأخرى المفروض تكون نفس الشيء الجهة الأخرى عندي صاد معنى هذا اختي ختم صدق الله العظيم معناه قلت صدق الله العظيم طلعت عندي 3.5 سنتيمتر ما 7.5 لازم تكون 7.5 بقي شنو القضية شوف انه عندي بعض المؤمنين المحراب الصيفي لمصلى الجامع النوري يقول صدق الله العظيم وصدق رسولي الكريم لما نضيفها تطلع عندي 7.5 اذا يا اخي هذا المفروض دراسة الاثار ما نجي انه تخف أبرز الآثار المسيحية والإسلامية في الموصل لا يعرف بالضبط تاريخ بناء هذه الكنيسة غير أن التقليد ينسبها إلى مارتوما الرسول الذي من المفترض أنه زار نينوى في القرن الأول الميلادي وهناك رواية تفيد بأنها كانت منزلاً لأحد المجوسيين وأنها تحولت إلى كنيسة بعد إيمانه بالمسيحية بعد أن حل توما ضيفاً عليه دير مارمتي يقع على جبل شمال الموصل أسسه الناسك السرياني مارمتي في القرن الرابع الميلادي بمساعدة الملك الآشوري سنحريب وكان ملاذاً لآلاف الرهبان والمتوحدين من نواحي نينوى المسجد الجامع أول مسجد في الموصل بناه عرجفة بن هثرمة البارقي عند فتح المسلمين الموصل عام 16 هجرية ثم جرى توسيعه وإعادة بنائه في العصر الأموي لذلك سمي بعدها بالجامع الأموي الجامع النوري أو الجامع الكبير بناه نور الدين زنكي في القرن 6 الهجري ويعتبر ثاني جامع يبنى في الموصل بعد الجامع الأموي واشتهر الجامع بمنارته المحدبة حتى صارت رمزاً لمدينة الموصل جامع النبي يونس يقع على السفح الغربي من تل التوبة يعتقد أن بناءه يعود إلى القرن الرابع الهجري حيث كان مرقداً لأحد الأنبياء السابقين وحل محل كنيسة آشورية فيما يعتقد أن المنطقة كانت قديماً ضمن حدود قصر الملك الآشوري أسرحدون جامع المجاهدي ويعرف أيضاً بجامع الخضر بني في عام 574 هجرية على يد أحد وزراء الدولة الأتابكية مجاهد الدين قيماز
لذلك سمي باسمه، سمي بالجامع المجاهدي طلعة بشطابية، أنشأها مروان بن محمد الأموي في عام 126 إلى عام 128 هجرية. كانت الحصن الشرقية للدولة الأتبكية، وقد هدمت في حملة هولاكو عام 660 هجرية، وفي حملة تيمورلانك 726 هجرية، وأعيد إعمارها مرتين في عام 1625 ميلادية و 1743 ميلادية، حيث أضيف لها برج عال في عهد والي الموصل حسن باشا الجليلي، أضاف إليها برجاً عالياً، وتم ترميمها وإعمارها في عهد والي الموصل حسين باشا الجليلي 1743 ميلادية. كنيسة اللاتين أو كنيسة الآباء الدومينيكان، وتعرف شعبياً بكنيسة الساعة، تم البدء ببنائها في عام 1866 وافتتحت في عام 1873، أما برجها الشهير فقد اكتمل في عام 1882، ويحتوي على ساعة قدمت كهدية من زوجة الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث. طيب، يعني هو اللي رتسلك على موضوع يعني التحقيق والتدقيق بالتفاصيل، يعني يطلب منك العمل الحقلي، العمل الميداني، العمل الميداني. أنا والعمل الميداني يعني مرهق ومتعب، فأنت كيف يعني تجاوزت هذا الموضوع؟ أستاذنا العزيز، كثيرين هو شخص إداري أو مسؤول مثل ما موجود الساعات عندنا، يقول لي والله فرضنا محافظ، يقول والله ما أقدر. الذي ما يقدر يطلع، ما حد جبره يرجع بمكانه. أنا لمن صيرته ريا أطلع من حق لا تعرف تخصصي، يا أطلع ما هذا، ما نجي نضحك على العالم. هذا نتاج أجيال، لازم أعرف به على حقيقته. ما أعرف شيء أنه نتاب كله. فأنا حقيقة اعتمدت على الدراسة الميدانية، وهذه الدراسة الميدانية ما بس راقتني، وإنما كادت أن تودي بحياتي مرتين. شلون؟ ومرة أنا عانيت منها، يعني المرة الأولى عندما كنت المديرية العامة لآثار ومتاحف نينوى، أرادت أن توثق مزار يحيى بن القاسم، فناطوا توثيق الزخرفة بشخصي وتوثيق الكتابة بالمرحوم يوسف ذنون الخطاط المشهور، الله يرحمه ويرحم أمواتكم. فأنا قلت للمقاول أنه لازم تعمل دربات أطلع. أستاذ يوسف ذنون الله يرحمه قال نأخذ صورة فوتوغرافية، قلت له لا، صورة فوتوغرافية إذا ما أكون مقابل للأثر يكون يغير بمعالم الأثر وينقلها من عصر إلى معصر، ما ممكن أنا خاطر أكون مقابله بالضبط. نعم. وفعلا ساعتها عندي قسم منه، هذه موجودة ساعتها. نعم. يعني عدني نسخة منه، هذه الذي موجودة الزخار في الهلال حوالي 10 أمتار إلى الأعلى، وأنا واقف على الدرابة رأسا اللوحة الذي تحتي فقست. أنا في ذلك الوقت لابس قميص، القميص فوق الحزام ما موجود، فصارت تعلقت بين بطني وبين القميص، يعني هم الله. نزلت بعدين إلى الدرابة الأخرى. أنا لما خرجت في بداية الأمر زوجتي قالت لي وين رايح؟ قلت له والله على هاي على آثار وغيرة. قالت إذا مثلا عندك الأخ عمر إبراهيم سألك أين، سألوني، قلت له تجاوبينه لقد خرج صباحا وتجده في إحدى الخراب والأنقاض. أنا بعدين سألت قلت والله لو متت هنا يمكن صار والمزار مقطوع ما علي زيارة. يعني يمكن هذه واحدة. الناحية الأخرى بداية معسكر الغزلاني، مرقد للشيخ محمد الغزلاني الذي توفي ب605 هجرية، متقوض. فحاولت رأيت أنه ممر قبو صغير، فبي
في صدر القبوة أكو لوحة اعتبرتها محراب من عهد التابكي نتيجة الخط خط الثلث وفق طريقة ابن البابا غير عندنا ما أعلم معي. فأنا زحفت ما أقدر يعني لأن هو زحفت على ظهري إلى مستوى هذا القمت. بعد حوالي 5 دقائق جغللت عيوني صوربت ونفسي ضاق فعرفت أن الأكسجين قل فحاولت أخرج ما قدرت أسحب متر وتوقفت بالحلقة أن في حالة لازم أموت ماكو. فبس قمت نطقت بالشهادة يمكن مرتين والمرة الثالثة زي ما كان أتذكر ما كملتها شعرت أنه رجلي تسحب من وعي يسحبه معروف. بعد لما خرج شفت الضوء واقف جندي على رأسي رأسا بدري القول قال لي عما أنت أجابك وني بقبل عمية ما تخاف من عقيرة من الحي والله بقتل يعني لا. طيب هذه طبعا تلاحظ هذه وقصة أخرى ترى يعني هذه كانت حقيقة من المخاطر اللي تعرضت لها. طيب إذا 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 سألتك كم تحوي الموصل من آثار؟ قبل كل شيء الموصل غابة من الآثار سواء الساحل الأيمن الأيسر وهو طبعا الآثار القديمة الآشورية نعم والساحل الأيسر متركز الساحل الأيمن متركز كل العصور العربية الإسلامية كلها فإذا غابة من الآثار. أما أقدر أنه نقدر نقول لك المكتشف منه حتى المكتشف منه أكثر لم يدرس و طيب إلى أي حقبة يعني أقدم الآثار اللي موجودة في الموصل؟ بالنسبة لي عندي أقدم الآثار بالنسبة للساحل الأيمن الموصل القديم الساحل القديم طبعا موجود عندنا مدينة نينوى عندنا أول شيء العواصم الآشورية كالح والذي بلصل هي طبعا نمرود نسميه ملعمية هاي من عصر الملك أشور ناصرفال الثاني العصر الآشوري الحديث 683 قبل الميلاد. لا أقدم مكان أثري في الموصل القديم يعني لا أي حقبة نعم نحن نقول أنه في الموصل القديمة هي منطقة قليعات تحت قرية من العصور ما قبل التاريخ من 1006 قبل الميلاد. 1006 1006 قبل الميلاد الموصل الموصل نفسها الموصل القديمة قليعات موصل قبل 6000 عام قبل يعني هذه نسميها 8000 سنة قرية حسونة يم الشورى والأرفشية بشرق الموصل وكل هذه تلاحظ هذه أولى القرى الزراعية التي نقلت الإنسان من مرحلة التنقل وجمع القوت إلى مرحلة الاستقرار وإنتاج القوت. إذن هذه اللحظة كلها ونقدر نقول هذه الذي بالنسبة أكو أيضا بقايا مستوطنات ما بالموصل إلى شرق الموصل القديمة على ضفافنا دجلة هي تعود إلى حوالي 250,000 سنة مضت. فإذا نجي أكو أثار تعرضت للتجريف أو طبعا أثار لتعرض واعتبر جريمة أثرية سواء مقصودة أو ما مقصودة وأنا مسؤول عن كلامي أنه الواجهة النهرية بانوراما النهرية للمدينة القديمة ومع الأسف عندي كان صورة لكن ما جبتها هذه تلاحظ أنه السيد المحافظ القديم سواء عنده ما لا أدخل بهالنقاش أنه جرفها لأنه جرف قسم منها ولإقامة عليها مباني حديثة وما شابه ذلك وأنا أعتبر هذه هو عمل قد يجوز غير مقصود يعني لا نقول لكن أنا أعتبر لكن قصدي يعني بتحت الموصل القديمة نعم أكو تحريات اللي لا صارت لو بعد ما موجودة ما موجودة للوقت الحاضر ما موجود تحريات لكن أكو عندنا أن مباني أثرية قسم منها حتى قبل الإسلام يعني عندنا كنيسة مارة شعية تلاحظ هذه قبل الإسلام موجودة والذي قابلها عندنا المسجد الجامع أول جامع بني في الإسلام سنة 16 عند فتحها 637 للميلاد ونجد هنا حقيقة الفلسفة الموصلية التي لا يوجد في قاموس تفرقة لا بين الأجناس البشرية ولا بين الديانات السماوية يعني أجد أن الكنيسة
تقابل الجامع، كنيسة مارشايا تقابل المسجد الجامع، كنيسة أنوار حوديني تقابل جامع عمر الأسود، كنيسة الساعة تقابل الجامع النوري، كنيسة مارتوما تقابل جامع الخزرج. يا أخي هاي التفرقة بعدين في الفترات المتأخرة ما كانت موجودة كلها. راح نجي على آثار الموصل، بس بتسألك مدى مساهمتك بالكشف عن آثار. قبل كل شيء أنه قلت أنه الدراسات كانت شمولية، بدأت بالتوثيق ثم التصوير الوصف، تصوير وصف مركز طبعا ما طويل، ثم التجذير، ثم الاستنطاق التحليل اللي تكلمنا عليه، ثم التحقيق. هذه كلها أنه صارت أنا الذي اكتشف أنه حقيقة الذي رسمت. طبعا من مرتكزات الدراسة التي رسم رسمة ليش؟ لأن يعني حتى الصور الفوتوغرافية ما تبين كل التفاصيل، أحيانا المساقط، العمق، مثل ما أقول القطاعات مال الزخارف غير ما. فإذا لازم نستخدم أجزاء الرسم اليدوي، وأنا عندي رسم يدوي أنا أحمد الله على ذلك. يعني كثيرين يتوهمون أنه هندسي، أنا وأنا ما مهندس. لاحظ هذه حقيقة 2918 تخطيط هندسي ورسم فني للزخارف والكتابات من رسم الخاص. نعم. حتى الآن لما أجي أنه أستذكرها يعني أشك بنفسي، أقول إما كنت في حالة جنون أو حالة هلوسة، يعني ناسي نفسي بصراحة. نعم. يعني أقول هاي بس إذا عدى يعني هذا لما رسمت أشك طولت وغيره وغيره وغيره. فإذا يعني هذه أمور يعني ما ممكن ما بسهولة يعني تصير. فأنا الذي أتكلم لك عن قبل كل شيء غابة من الآثار بساحلها الأيمن وليس مدينة الموصل، لكن ضمن تخصصي خلال العصور العربية الإسلامية. وللعلم ما معنى آثار إسلامية يعني أنه تجاوزت الآثار المسيحية. نصل درسته للكنيسة المرحوديني درسته وهي مسيحية، مرتومة مسيحية، نعم، مارشعية، شمعون الصفا، يعني معنى هذه جميع الآثار. جميع الآثار. كان الرخام. تخصصك آثار إسلامية لكن أنت اشتركت في البحث عن جميع الآثار. لكن درست دراسة جديدة يعني لم تدرس في السابق نهائيا، أكثر من 275 أثر بضمنها 56 أثر حتى الجهات الأثرية لن تعرف بها، يعني اكتشاف جديد. 56 أثر. نعم. و17 أثر عن طريق الحفر والتنقيب بعد استحصال موافقة الوصول يفت. الآثار يعني الغالبية تعود إلى أي الحقب أكثر الآثار بالموصل؟ إلى العهد الأتابكي وبعدين إلى العصر العثماني. العصر الأتابكي يعني حقيقة أجهل عصور. شقد يرجع إلى أي قرن؟ من 521 إلى 660 للهجرة. يعني القرن الثاني. يعني هاي أغلب الآثار اللي موجودة الآن بالموصل. يعني ما بس كآثار. أولاً استقرار الأمن، الازدهار الاقتصادي، التكاتف الاجتماعي. نعم. الناحية الاقتصادية التجارية وغيرها. الناحية الصناعية، الموصليين الذي النسيج. تحف المعدنية. نعم. لن يخلو أثر متحف من متاحف العالم قاطبة العالمية والعربية إذا ما نجد فيه قطعة أو قطعتين من آثار الموصل خاصة البرنزية منها والمعدنية. إذن هذا كان في العهد التابعي. في العهد العثماني لما شوي استقرت الأمور بعد الاضطرابات التي حدثت بعد الغزو المغولي. نعم. يعني نحن جانا الغزو المغولي موجتين، الإلخانيين والجلائريين مغول، بعدين جاء تيمور لنك غزانا بال 796 مرة هجرية طبعا. نعم. والمرة الثانية ب 804 هجرية. وعملوا ما عملوا. نعم. وبعدين جت القراقوني وبعض القبائل التركمانية حقيقة لكون أنه ليس لها إلمام رعوية، هي
ليس المام بالحضارة، شوية صارت اضطرابات وغيرها ونزاع وغيرها أثر على المدينة، والنزاع بعدين الصفوي والعثماني، لكن لما استقر خاصة في العهد الجليلي، نعم، الحكم الجليلي إزاء جميع الآثار الآن من عصر العثماني تعود إلى الحكم الجليلي، حكم الأسرة المحلية. نعم، احنا راح نكمل الحديث عن الآثار الإسلامية لكن الوقت أدركنا، إن شاء الله نكمله في الجزء الثاني من هذا الحوار. أشكرك جدا دكتور. شكرا جزيلا، وشكرا لكم أحبتي على حسن متابعتكم، ألتقيكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء.